تابعونا جيت المبدعين من الفنون والإعلام إبداع بلا حدود. تابعونا على قناة جيت المبدعين للفنون والإعلام واشترك في القناة يصلك كل جديد من برامج انا لسه قايل لك بقى يعني احنا بقى 20 سنه في نيويورك فني فالناس ما بقتش تسمع يعني هي فكره الناس ما بقتش تسمع انت شايف الشباب المهرجانات بقت عامله ازاي بيسمعوا ايه احنا ما نعرفش يعني مثلا حد مثلا بيرقص على مثلا ما فيش يعني الناس مش يعني غير مدركه انت بترقص على ايه عامل زي الواحد اللي بيمشي وبيرقص وخلاص طب شامبي واحد بيقول لك مفيش راجل في اراضي مثلا ويقول لك مطوه وسكينه وعورني وعورك يعني كل الاغاني ماشيه في سكه الاحباط فمش حد يقول لك جمله مثلا جمله حلوه دايما ايه تخايف وصديقي وصاحبي وخلني وبعني وجوزي ومراتي